بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا اليوم تاريخ القاعدة القانونية في فلسطين. طبعا الكلام عنها يقتضي منا أن نبين النظام القانوني في العصور القديمة، وبعد هيك هنتكلم عن القاعدة القانونية في الحقبة العثمانية. فبداية تاريخ القاعدة القانونية في فلسطين، زي ما نعرف أن الوضع القانوني في فلسطين بالمقارنة مع الدول العالم من الأوضاع المعقدة والنادرة في آن واحد، وذلك بسبب خضوع فلسطين للاحتلال والاستعمار على ممر التاريخ، الأمر الذي أثر في النظام القانوني وترك إرثا قانونيا كبيرا. ففي الحقبة العثمانية اعتمدت التشريعات والقوانين على أحكام الشريعة الإسلامية. طبعا زي ما احنا عارفين أن المجلة العدلية تم أخذ أحكامها من الفقه الحنفي، وهو كان مذهب الدولة العثمانية، إضافة إلى تأثرها بنهاية الدولة العثمانية بالنظام اللاتيني، هو نظام التشريع الفرنسي. منذ احتلال فلسطين من قبل البريطانيين وإعلان الانتداب عليها، أي الوصاية على فلسطين، أعاد الانتداب تشكيل النظام القانوني في فلسطين، حيث ساد النظام الأنجلو ساكسوني الذي يعتمد على السوابق القضائية. عرفنا السوابق القضائية، قلنا هي أحكام تصدر عن المحاكم أول درجة ثم يتم تأييدها، وبالتالي تصبح مبادئ قانونية بيتم تطبيقها على النزاعات المشابهة. أما الفترة التي تلت الانتداب، فتم تقسيم فلسطين إلى 3 أقسام، انعكس النظام القانوني فيها والذي لا يزال ظاهرا حتى الآن. يعني تم الاحتلال الجزء الأكبر منها، تم احتلال الجزء الأكبر منها من قبل العصابات اليهودية طبعا، وبناء نظام قانوني خاص بها يحقق أهداف الاستعمار وما طمعه، وإعلان تأسيس ما يسمى دولة إسرائيل طبعا الغير قانونية والغير شرعية، على ما مساحته 78.5 من فلسطين الانتداب. طبعا زي ما احنا عارفين انه كان الانتداب البريطاني هو وسع فلسطين، وتم منح اليهود بلد قومي لهم في فلسطين، وتم طبعا عن طريق وعد بلفور، فبالتالي تم تطبيقه هذا في عهد الانتداب البريطاني، وتم إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين سموها دولة إسرائيل. والأردن طبعا كانت الحكم تاعها برضو حكمت فلسطين فيما يتعلق شرق الضفة الغربية من النهر حتى شرق القدس، لتضمها لاحقا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وأخضعتها للنظام القانوني الأردني المتأثر بالنظام اللاتيني. أما غزة فكانت خاضعة للإدارة المصرية، فكان الحكام يتم تحت إشراف حكومة مصر. طبعا كان حاكم حكومة مصر في تلك الفترة المجلس العسكري، هو بقيادة جمال عبد الناصر الله يرحمه، وساد في هذا النظام نظام القانون الأنجلو ساكسوني المؤسس في فترة الانتداب البريطاني. طبعا في برضه حرب 67، على أثر عدوان 67 سيطر الاحتلال على ما تبقى من فلسطين، وهيمن على النظام القانوني الفلسطيني بالكامل من خلال فرض القانون العسكري. حتى الآن، حتى فترة قريبة، كان يطبق في قبل قانون التأمين، كان يتم تطبيق أوامر عسكرية في هذا الشأن في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة وقطاع القدس الشرقية لقانون الاحتلال الخاص بعد ضمها في عام 1980 للكيان المحتل. طبعا بعد هيك في عنا إعلان أوسلو أو اتفاقية أوسلو 93، بين منظمة التحرير والاحتلال
وما تلا من الاتفاقيات أنشأت السلطة الفلسطينية، وبالتالي أصبح في على الأراضي الفلسطينية سلطة فلسطينية تحكم جزء من الشعب الخاضع إلى سيطرتها على المناطق المتاح لها أن تمارس فيها سلطاتها. طبعا تم وضع الأسس المنظمة للسلطات وصلاحيات السلطة الجديدة، وقد اعتبرت مسألة توحيد القوانين والأنظمة القانونية المختلفة في المناطق الفلسطينية من أهم المسائل على الصعيد القانوني، والتي دائما يتم طلبها من السلطة التشريعية الفلسطينية. طبعا الكل بينادي بما يسمى توحيد النظام القانوني في فلسطين، فزي ما احنا عارفين في الضفة في بطبقه أنظمة قانونية في معظمها يختلف عن المطبق في غزة. في قوانين مجمع عليها زي مثلا قانون أصول المحاكمات رقم 2 لسنة 2001، في قانون الإجراءات الجزائية، وفي قانون التأمين. هذول تم إنشاؤهم في عهد السلطة الفلسطينية، وتم توقيع عليهم من المجلس التشريعي، وبعد هيك وقع عليهم الرئيس، فهذول محل اتفاق. أما في وقتنا الحاضر مثلا القانون المدني، حتى الآن في منطقة الضفة يتم تطبيق المجلة العدلية على المنازعات المدنية. أما ما يتعلق بقطاع غزة فيتم تطبيق القانون رقم 4 على سنة 2012. طبعا هذا القانون تم في عهد الانقسام اللي هو 2006. هذا الانقسام بين الضفة الغربية وغزة بسبب الاقتتال بين حماس وفتح وصراعهما على السيطرة على الحكومة، مما أدى إلى انقسام جرافي في نظام الحكم، نتج عنه تعطيل المؤسسة التشريعية، وبالتالي أدى السيطرة على الحكومة بين الصراع بين حماس وفتح إلى السيطرة على الحكومة، مما أدى إلى انقسام جغرافي. وفي نظام الحكم نتج عنه تعطيل المؤسسة التشريعية وصدور قوانين متضاربة بين الضفة وغزة حتى الآن، في اللي هو حتى التاريخ 1/11/2020. ففي صراعات، فالرئيس أبو مازن بيصدر قرارات بقانون بالضفة، وهنا الحكومة حماس تصدر قوانين بحجة إنه في مجلس تشريع وإحنا في فترة ثارة، وبالتالي من حقنا تصدر قوانين. فصراع بين الضفة وغزة حتى وقتنا المعاصر. طبعا إحنا هذه المادة تعتبر من أهم الدراسات اللي لا يمكن أن يستغنى عنها درس القانون. ليش؟ لأنه الاطلاع على الماضي والإلمام بالحاضر، لأنه يستعين على الاطلاع على الماضي والإلمام بالحاضر. فقلنا الهدف الأساسي من دراسة التاريخ هو الاطلاع، تعين الإنسان وتكون عقليته القانونية فيما يتعلق بالاطلاع على الماضي والإلمام بالحاضر، وتعطيه تصورا واضحا ورؤية عميقة للمستقبل. طبعا دراستنا هنقسمها في القاعدة القانونية قبل الاحتلال والقاعدة القانونية بعد الاحتلال. هنتكلم احنا على القاعدة القانونية قبل الاحتلال، ونتكلم عن النظام القانوني في العصور القديمة، والنظام القانوني في الحقبة العثمانية. في هذه المحاضرة سوف يختصر كلامنا فقط عن النظام القانوني في العصور القديمة. هنتكلم على أول شيء فيه هو النظام القانوني في العصور القديمة. هنتكلم فيه عن التطورات السياسية والإدارية في أي مرحلة من المراحل أو زمن من الأزمنة ترتبط حتما بالتغيرات القانونية والدستورية، حيث أن كلا منهما مرتبط بالآخر ولا ينفصلان عنه. طبعا في ندرة في المخطوطات القانونية عن تاريخنا وحضارتنا الفلسطينية. طبعا احنا سنحاول سرد ملخص للتاريخ السياسي والدستوري لفلسطين في العصور القديمة، ليعطينا ملامح عن القوانين السائدة في تلك الزمن أو في تلك الحقبة.
الذي غيبت أثارها. طبعا بداية الكنعانيون العرب عرفت فلسطين نظما دستورية منذ عهد موغل في القدم، وقام لها كيان خاص متميز قبل أن تعرف البشرية الاستقرار والنظام. طبعا العرب الكنعانيون كانوا أول السكان المعروفين لفلسطين خلال الألف الثالثة قبل الميلاد حسب ما ذكر هذا المؤلف، وقد أصبحوا مدنيين يعيشون في دول ومدن أريحة، فأسسوا ما يقارب 200 مدينة، منها على سبيل المثال عكا وعسقلان وريحة وحيفا وبئر السبع وبيت لحم وغيرها من المدن. وكانت بداية دخول الكنعانيين إلى أرض فلسطين 2600 قبل الميلاد تقريبا، أي قبل دخول اليهود أو ما يعرف باليهود ب 1400 عام. الكنعانيون عملوا بالزراعة، وهم أول من عرفوا زراعة الزيتون في هذه البلاد، وكانوا يصدرون المنتجات الفلسطينية إلى مصر وبلاد ما بين النهرين على شكل قوافل. وكان من أهم ما تتضمنه هذه القوافل الزيتون وزيت الزيتون طبعا. وجاء من بعدهم بني إسرائيل فتعلم منهم الزراعة، وكذلك عملوا في صناعة الفخار والنسيج وعرفوا المعادن. وقد اخترع الكنعانيون حروف الهجاء وأجادوا الكتابة، ومن أهم زراعتهم غير الزيتون العنب والتين والقمح والشعير. طبعا كل هذه الزراعات حتى وقتنا العاصر تشتهر بها فلسطين. كذلك مارس الكنعانيون الصناعة، فصنعوا أسلحتهم من البرونز والحديد، وصنعوا الفخار وشيدوا الأسوار ونسجوا الصوف. وقد انتشروا الكنعانيون على كل أراضي فلسطينية وتمكنوا من بناء حضارة نفتخر بها. قام الديانة الفينيقية الكنعانية على عبادة الطبيعة. قامت الديانة الفينيقية الكنعانية على عبادة الطبيعة كالشمس والقمر والأرض والسماء والمطر والبرق والرعد إلى غير ذلك. وسن الكنعانيون الشرائع والقوانين والأنظمة التي كانت تنظم الحياة بين سكان هذه البلاد التي تميزت بالازدهار والرقي والحضاري والاقتصادي. طبعا كانت كنعان أو أرض كنعان بين كذا دولة عظمى، كانت تلعب فيها دور الوسيط في العملية التجارية بين هذه الإمبراطوريات، ولذلك وفر للكنعانيين أموالا ساعدتهم على الإنفاق على الدول العديدة التي أنشأوها، حيث عاشوا في دول متفرقة أشبه بالنظام الفيدرالي المعروف حاليا بسبب تهديدات الدول المجاورة التي تحيطهم، مما يسهل عملية الدفاع عنها. ما يتعلق في نظام الحكم، كان نظام الحكم وراثيا لكنه لم يكن استبداديا، بل كان يعتمد على الشورى. والسبب في انتهاج مبدأ الشورى هو حاجة الملك لخبرة التجار الذين يملكون المال والخبرة، خاصة أن التجار الكنعانيين كانت تجارة دولية وليست محلية، ولهذا كون الملك مجلسا استشاريا من كبار التجار لمساعدته في الحكم. وكان لكل دولة من الدول الكنعانية موقعا على الساحل إضافة لعمق استراتيجي في المرتفعات. طبعا فيما يتعلق بالعبرانيون أو الإسرائيليون، طبعا ما يطلق عليه العبرانيون، في بداية القرن الثامن عشر ظهرت عصابات على أرض الشام كانت تقوم على بالسلب والنهب والقتل، عرفوا بعصابات العبير. وهؤلاء كانوا خليطا متنوع من متنوع العرق، يضم المرتزقة والعبيد والعمال وقاطعي الطريق. طبعا بعد أن ضعفت طبعا انتشرت عصابات العبير في بلاد الشام. هذه العصابات تم إخمادها بسبب استعانة أهل فلسطين بالمصريين، وبعد ما قضوا عليهم الفلسطينيين التحقوا العبير بسيدنا داود ومن ثم إسرائيل،
ونزحوا معه إلى بلاد مصر، وهناك تحول اسمهم إلى العبرانيين. الإسرائيليون يعني تكونوا من اتحاد القبائل العبرية، وبعد أن أسس الفلسطينيون دولة مستقلة لهم على الساحل الجنوبي وسيطر على الكنعانيين بما فيها القدس، كان لهم من قيادة عسكرية منظمة لاستعمال لهم الأسلحة الحديدية. هزموا الإسرائيليين بشدة حوالي 1500 قبل الميلاد. طبعا التهديدات مختلفة أجبرت الإسرائيليين على التوحد وتأسيس الحكم الملكي. وفي عهد النبي داود عليه السلام هزم الفلسطينيون أخيرا بعد قليل من سنة 1000 قبل الميلاد، وحدد إسرائيل وضعفت الإمبراطوريات المجاورة، مكنت سيدنا داود من تأسيس دولة مستقلة وعاصمتها القدس. طبعا ورث داود سليمان بعد في إلا أنه عندما استؤنف الإمبراطوريات القريبة وتوسعها لم يستطيع الإسرائيليون المقسمون في الإبقاء على استقلالهم، فسقطت إسرائيل إلى الإمبراطورية الأشورية قبل الميلاد، وهزمت من قبل بابل الذين حطموا القدس ونفوا أغلب اليهود الذين يعيشون فيها. طبعا باستقراء التاريخ يتضح لنا أن وجود اليهود والعبرانيين في فلسطين عارضا وطارئا وسريع الزوال، وهذا الوجود لا يؤسس لهم أي حق وطني أو سياسي أو سيادي أو ديني، فهم دوما عابرون. فهيك نكون تكلمنا عن صراعات اليهود. كانوا الأقليين يعتمدوا أي شيء، كانوا أي حد غازي لفلسطين ينحازوا إليه بهدف أنهم يسيطروا معه على نظام الحكم. هذا يدل على أنهم كانوا أقلية وليسوا من أصحاب البلد الأصليين. طبعا الحديث عن الحكم الفارسي الروماني، الحكم الفارسي الروماني أعاد اليهود إلى فلسطين وسمح لليهود بالحكم الذاتي، واستبدل الحكم الفارسي لفلسطين بالحكم اليوناني عندما احتل الإسكندر الأكبر المقدوني المنطقة في 333 قبل الميلاد. طبعا لاقت فلسطين اهتماما خاصا عندما زارت القدس الإمبراطورة هيلينا أم الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي شرع المسيحية وأعلنها ديانة للدولة 313، وأصبحت القدس بؤرة للحج المسيحي، وكان لها عصر ذهبي من الازدهار والأمن والثقافة. أصبح أغلب السكان مسيحيين. استطاع الرومان احتلال فلسطين سنة 63، وفي البداية حكم الرومان فلسطين حكما مباشرا، ولكن حين ظهور هيرودوس القائد المحلي منحه الرومان حكما ذاتيا وأضافوا له مناطق جديدة إلى مملكته. وكانت عصر هيرودوس من أزهل العصور في تاريخ فلسطين من حيث تنظيم قانون. طبعا بعد وفاته ضعفت، وقام الرومان بمباشرة حكم فلسطين أنفسهم، وحاول السلطة والسياسة فيها إلى الحكم الروماني، وخضعت فلسطين للدستور والقانون الروماني. ويرجع عصر القانون الروماني إلى قانون 21. طبعا قانون 21 الروماني الذي وضعه في 450 قبل الميلاد، ثم مر قانون 12 بتطورات ضخمة شملت ظهور قانون الشعوب. لقانون الشعوب تكلمنا عنه في المحاضرات الماضية، اللي هو كان يتسم من ضمن مميزات السهولة، وكان ايش مرن متجمد بعكس القانون الروماني. فيما يتعلق بالعهد الإسلامي، طبعا
فتحت الجيوش الإسلامية فلسطين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وذلك فيما بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك ضد البيزنطيين، واستقبل أهل فلسطين الفاتحين في بلاد الشام كمحررين لهم من الاستعباد الروماني. فدخل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب القدس دونما قتال، يتسلم مفتاحها من بطرياك القدس، وكتب لهم عمر كتابا به شروط الصلح سميت بالعهدة العمرية، وتعتبر العهدة العمرية من أهم الوثائق القانونية في تاريخ القدس وأقدم الوثائق في تنظيم العلاقة بين الأديان، وكانت بمثابة قانون أسس قواعد التعايش مع الرعايا غير المسلمين. أسست قواعد قانونية للتعامل مع غير المسلم سبقت القانون الدولي حديث في التعامل مع الأديان والمدنيين، بل كانت أكثر رقيا ومرعاة لحقوق الإنسان من القواعد القانونية التي أسستها العهدة العمرية: حفظ النفس فدم الذمي كدم المسلم، القانون الجنائي يتساوى فيه المسلم والذمي سواء بسواء، القانون المدني يتساوى فيه الذمي والمسلم، فأموال الذميين كأموال المسلمين، حفظ الأعراض فلا يجوز إزاء غير المسلم لا بيد ولا بلسان ولا شتمه، ثبوت الذمة أن عقد الذمة يلزم المسلمين لزوما أبديا، أنه ليس لهم أن ينقضوه بعد عقده، الأحوال الشخصية يقضي بها الذميون بحسب قانونهم الشخصي، وحرية الأديان والمعتقد لغير المسلم الحق في إظهار شعائره في معابده. طبعا حرية العقيدة مكفولة لجميع طوائف الشعب. حرية الأديان منصوص عليها في الدستور الفلسطيني أو القانون الأساسي. في دفع الجزية، لا يجوز في الجزية أن يكلفوا بما لا يطيقون. شوف الرحمة هنا كيف، يعني رغم أن الدولة الإسلامية تحمي الكتابيين هم النصارى وبعض اليهود، إلا أنهم تنص هذه الوثيقة لا يجوز في الجزية أن يكلفوا بما لا يطيقون، بما بل يدفعون بعد حصاد زرعهم وحصولهم على الأرباح نهاية عمل الحصاد. طبعا بعد الفتح الإسلامي لفلسطين انتشر الإسلام في فلسطين انتشار سريعا، ورحب المسلمون والمسيحيون بالمسلمين، وكانت أكثر العهود أمنا وسلاما. أما المسيحيين واليهود الباقون اعتبروا من أهل الكتاب، وسمح لهم السيطرة المستقلة ذاتيا في مجتمعاتهم، وضمن لهم أمنهم وحريتهم في العبادة. فمثل هذا التسامح كان نادرا في تاريخ الأديان طبعا وفي تاريخ فلسطين. فالدين الإسلامي طبعا هو من أهم ملامح هو دين التسامح، وهي رسالة عالمية لجميع البصر، فبتخاطبش طرف معين بل تخاطب الناس أجمع. قبيل عام 1099 تولت الحروب الصليبية الهمجية من القادة من أوروبا، ووطأت هذه الحملة بخيلها وجيشها مدينة القدس، وكان ذلك يوم 15 يوليو 1099، ولبست الفرنجة تعيس في هذه البلدة الفساد، وقتل الأوروبيون 70,000 من المسلمين، من بينهم العلماء والأعيان والأطفال المدنيين في بيوتهم ومساجدهم. شوف سيدنا عمر إيش عمل وهم إيش عملوا، هذا إن دل يدل على إن العقيدة عندهم أو تم تحريفها، وهم مش ملتزمين بتعاليم الشرع الحنيف. طبعا الدين أي ديانة، فيش في أي ديانة تدعو إلى ظلم الناس وإلى سفك دماء الناس، كل الشرائع السماوية تدعو إلى الحفاظ على الإنسان. طبعا ساد الحكم الإقطاعي في ذلك العصر، وكان الذي كان ساد في أوروبا الفرنجة أو شكلوا مجموعة من المحاكم وفق النظام اللاتيني مرتبطة بالنظام الإقطاعي الأوروبي، زي المحكمة العليا والمحكمة الملك والمحكمة الوطنية والمحكمة بسموها البرجوازية، واستمر الحكم الصليبي الممزوج بالإجرام حتى قدوم حتى عام 1187 بعد
نصر مصدر المسلمين على الأوروبيين طبعا، حيث أراد عن طريق صلاح الدين الذين احتلوا القدس قرابة 100 عام، حيث أراد صلاح الدين تحريرها دون قتال وراق الدماء، وهذا ما تم، حيث تسلم المدينة حيث تم تسليم مدينة المسلمين دون قتال، وعاد الأمن للقدس وفلسطين. طبعا هذا الكلام كله كان بعد حرب حطين، وتجلى تسامح الإسلام واحترامه لحقوق الإنسان مع الغزاة المجرمين والصليبيين على ممر التاريخ. طبعا حيث تعامل معهم صلاح الدين بالأخلاق الإسلام مع غير المسلمين، طبعا تعامل معهم بالأخلاق الإسلام الإنسانية الرحيمة مع الإبقاء على احترام أماكن العبادة المسيحية. أما اليتامى والشيوخ والأرامل من الصليبيين فإن صلاح الدين لم يكتب لهم بإطلاق سراحهم فقط، بل منحهم مساعدة مالية، وذلك وضع صلاح الدين قواعد قانونية إنسانية هامة استندت إلى الإسلام لأكثر احتراما وتقديرا للإنسان وحقوقه حتى لو كان غازيا مجرما كالصليبي. طبعا هنا تبدو مظاهر الإسلام وعلمية رسالة الإسلام، فالإسلام هو يطبق على جميع الدين الإسلامي هو آخر الديانات وهو خاتم الديانات، وطبعا عياد رسولنا الكريم. ويتسم هذا الدين الإسلامي أو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها للناس كافة، لا يخاطب شعب دون شعب، إنما هي للناس كافة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تم إرساله إلى الناس كافة مش إلى قومه فقط، وهو رحمة للعالمين. فرسولنا قال تعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فطبعا صلاح الدين طبق مبادئ الإسلام وتعاليم الدين الحنيف حينما تعامل مع الأسرى الغير مسلمين، وتم الشيء اللي قال بده يضل ويفضل في الأراضي وفي المحاربين، تم نقلهم إلى بلادهم. محش فلوسه ومحش يفدي نفسه، كان يدفع عنه صلاح الدين، وبالتالي بس ما يدفع عنه كمان كان يتم تزويد هذا الروماني أو الشخص المسيحي بالأموال حتى يستطيع أن يلجأ إلى أو يرجع إلى بلده الأصلي. وبذلك وضع صلاح الدين قواعد قانونية وإنسانية هامة استندت إلى الإسلام الأكثر احتراما وتقديرا للإنسان وحقوقه حتى لو كان غازيا أو مجرما كالصليبي. طبعا في عام 1516 أخضع السلطان عثمان سليم الأول فلسطين التي كانت تحت حكم المماليك لحكمه، وأصبحت ضمن الدولة العثمانية. طبعا في المحاضرة القادمة سوف نتكلم عن القاعدة القانونية في الحقبة العثمانية. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة